يحبني لا يحبني اسمه معرض فني انطلق في لندن للفنان التشكيلي اللبناني نجاد عبد المسيح ويحظى باهتمام لافت. المعرض برعاية برنامج الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لا يركز فقط على معاناة الكثير من النساء حول العالم، إنما أيضا يظهر إنجازات الكثيرات أيضا خاصة في مجال الفن. عدسة نجاد عبد المسيح الفوتوغرافية ترجمت مشاهدته بلوحات مزج فيها وسائط تعبير رقمية متنوعة عددها 25 عملا، والنتيجة لوحات مميزة تفخر بألوان وخطوط ووجوه كل منها يروي حكاية امرأة. ويقول الفنان التشكيلي اللبناني إنه استلهم من ترحاله حول العالم ومن بلده لبنان المواضيع التي عالجها سابقا وفي معرضه الحالي في لندن. ويسعدنا أن نستضيف نجاد عبد المسيح الفنان التشكيلي اللبناني معنا في عالم الظهيرة. مرحبا بك نجاد. مرحبا. حدثني بالبداية عن عنوان المعرض هنا في لندن، Love Me Love Me Not كما يقال بالإنجليزية، يحبني لا يحبني. من أين أتت الفكرة وما سر اهتمام الأمم المتحدة برعاية هذا المعرض؟ هذا المعرض هو بيهتم بالعنف ضد المرأة وبحالات مختلفة، بالحالات النفسية، بالحالات الجسدية، طبعا النجاحات اللي بتعملها المرأة والمنافسة بين الرجل والمرأة. فالأمم المتحدة اهتمت بالموضوع طبعا لأنه عالجت مواضيع مختلفة هن بيهتموا فيها وهن عم بيعملوا لها بروموشنز إذا بدك. فخلق معرض طبعا يحبني أو لا يحبني، تعرف في عنا مثلا نحن بيقول ومن الحب ما قتل، أمرار قد ما الواحد بيحب الشخص بيخنقه بيقتلوا، فهي بس لمحة بوزيتيف تكون يعني إيجابية أكثر ما هي. بعض الحالات القتل هو قتل حقيقي للجسم وللروح اللي هو عم بيصير كثير معنا بالعالم. طيب. نجاد، لدينا اثنتان من لوحاتك من المعرض. حدثني في البداية عن كيب كالم وروق شوي، شارع منقولة في بيروت أيضا. حدثني عن هذه اللوحة وعن التكنيك المستخدم فيها، ما هي اللوحة؟ أوكي، اللوحة هي معبرة عن عادة من زمان بالأربعينات كانوا يعملوا بين أب جيرلز، فبيستعملوا دائما جسد المرأة لبيع الأشياء. فهي كيب كالم وروق شوي، بنفس الوقت أنا بصور صور مختلفة من جميع المدن اللي بسافر عليها. هيدي ثاقبت العارضة هي إيطالية، وهيدي حيط من حيطان بيروت على المشاكل اللي بتصير. وشارع مرة نقولها هو الشارع الفني بالجميزي اللي عادة كل سنة بيكون فيه تقريبا معرض فني لجميع الفنانين، فحبيت ألقي الضوء على شارع الجميزي طبعا مرة نقولها اللي بيصير عليه الفن، وبنفس الوقت أقول أنه خلص نستعمل جسد المرأة لنبيع items or products. لازم الواحد يستعمل أفكار ذكية شوية أكثر. هذه الصورة الثانية أيضا سيدة سمراء، أعتقد أنها أيضا إيطالية ليس كذلك؟ لبنانية، وهي الممثلة زينة مكي. وأعتذر من زينة أيضا. زينة مكي ممثلة عم تنجح هلا. طبعا هي بتمثل الاغتصاب في الحرب، هاي اللوحة بتمثل اسمها War Slaves، يعني مثل ما سمعنا آخر أو عبدات الحرب. عبدات الحرب يعني بالأخبار اللي بنسمعها نسمع أنه عم بيبيعوا نساء متعددات فحبيت أعبر عن هالشغلة اللي هي من سنة 2000 سنة بطلت وهلأ عم نشوفها عم ترجع تتجدد. طبعا هيدا عنف قوي ضد الديانات وضد المرأة بحد ذاتها. هو نجاد، الملاحظ أنه النساء في لوحاتك كلهن تقريبا، لن أقول كلهن، من الشهيرات. لماذا التركيز فقط على المرأة الشهيرة التي أنجزت شيء ما وليس المرأة العادية؟ لا تستاهل المرأة العادية بعض الاهتمام منك كفنان؟ لا، أنا في نساء عاديات وحبيت أخذ نساء ناجحات لحتى أقول أنه هيدي مثل ما قلت رسالة نجاح. يعني المرأة ما لازم تقبل أنه تضل مضغوط عليها وتضل، وأنا عم بحكيك أنا كرجل عربي يعني قد ما عم نشوف قصص عنا إن كان بلبنان ولا بسوريا ولا بمصر ولا بجميع أنحاء العالم العربي، دايما في كل العالم بتعرف شو هي المشاكل بس ما حدا عم يلقي الضوء عليها. فأنا حبيت من هالمنطلق أنه أخذ نساء ناجحات من إيطاليا، من لبنان، من أمريكا، من وبنفس الوقت في سبيتش ثيرابيست عندي كمان اللي هي مش معروفة أبدا، اللي هي حطتها الكارد الانفيتيشن كارد تبع المعرض طبعا بلندن at the Den 100 Water Street. وبالعكس أنا بدي فرجي رسالة إيجابية مش سلبية. أوكي. نجاد، هناك تحديات كبيرة الآن
بالنسبة لوضع المرأة في العالم العربي، رأينا ما يوصف بالربيع العربي أعاد بعض النساء في العالم العربي إلى عهود كان يفترض أنها مضت ثم عادوا إليها مرة أخرى. يقال في بعض الدول أيضا المرأة فيها لا تحصل على حقوقها الأساسية. لابد أنك تواجه كفنان كل هذه المحظورات، يعني هل تكبلك، هل تعيق عملك؟ لأنه كل هذه الصور أعتبرها أنا شخصيا، أنا لست ناقد فني لكن أعتبرها جريئة. لابد أنك واجهت تحديات في المجتمع ليس فقط في لبنان إنما عبر العالم العربي، ما الذي يقال لك؟ أنا عادة بمشي ضد التيار. يعني أنا منفتح، إنسان منفتح، والإنسان مش منفتح ما بيوصل لأعلى، لدرجات أعلى بالحياة. فنحن كل يوم نتعلم شيء، وأكيد دايما في انتقادات، وأنا بالعكس بحبز أنه أنت إن كان إيجابي أو سلبي، أنا بالعكس هيدا شغلي بتخليني أنه أتحسن مستقبليا. بس مثل ما قلت لك أنا ما بخاف، بالعكس إذا في عندي شغلي الحلو فيه أني صريح، بحب الصراحة وبحب دايما ألقي الضوء على الأشياء اللي العالم عادة بتشوفها بس ما بتحكي عنها، بتجاهلها. هل ستطور التكنيك الموجود الآن في معرض بيروت؟ قلت لي قبل دخول السجن هناك معرض آخر في بيروت قريبا. لك هل سنرى نفس التكنيك أم أنه تكنيك آخر مختلف تماما؟ لا، هو رح يكون نفس التكنيك لأنه الوقت قليل كتير. يعني هو رح يكون ببناية الأسكوا داونتاون بيروت طبعا مع دعم من اليونايتد نيشنز ويمن اورجانيزيشن، وانا كثير بشكرهم، بشكر كثير ناس، لانه كل الصبايا اللي يعني في عندك الاكاديميا دي كوستومي مودا تبع ايطاليا عطتني فساتين لحتى البس الصبايا. عندك انطونيو غريمالدي، عندك محمد صفي الدين، عندك كثير ديزاينرز ساهموا، وهن بحد ذاتهم الاشخاص الصبايا اللي عطوا شخصيتهم ومكانهم طبعا كنساء ناجحات. انا بحب اشكرهم وأقول انه ميرسي، لانه العمل هيئته عم ينجح ويكثر خير. اقول لك بالتوفيق. نجاد عبد المسيح الفنان التشكيلي اللبناني ضيفي في الاستوديو، اتمنى لك النجاح في لندن. شكرا لك. ميرسي لك. هكذا نصل الى النهاية.